بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ذكر عظيم من سيدات الاستغفار. سر عظمة هذا الذكر أن فيه اسم الله الأعظم، فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. لو أنك فعلت مليارات 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 الذنوب، صغائر وكبائر، إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الآدمي. طبعا أنا لا أفتح الباب للعمل الناس بعمل الكبائر، نحن نعلم من يعني كيف سيختم لنا، ولكن إذا وقعت في الكبائر رغما عنك، والإنسان يعني يصاب بضعف في فتور في بعض كثير من الحالات في أثناء اليوم وأثناء ثم قال هذا الذكر قبل أن ينام، غفرت ذنوبه لو كانت. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا لهذا الحديث العظيم، من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر ذنوبه لو كانت مثله، اسمع، زبد البحر ورمل عالج وورق الشجر وعدد ايام الدنيا. في الرسول يقول لي لو انك قلت قبل ان تنام، يعني دعاء ذكر بسيط جدا، مش هياخد منك حاجه، مش محتاج منك يعني مجهود في الحفظ ولا في التذكر. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات. لذلك انا اضع هذا الذكر عندي على الفراش حتى لا انسى ابدا قبل ان انام. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. خدت مني ولا حاجه. شوف الرسول بيقول ايه، لو انت قلت هذا الذكر العظيم قبل ان تنام، غفر ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج. رمل عالج ده رمل حول المدينه، حباته صغيره جدا وملتصقه ببعضها البعض. ورق الشجر، هل يستطيع احد ان يحصي عدد اوراق الشجر في الدنيا؟ كم ورقه شجر في الدنيا وعدد ايام الدنيا؟ وزبد البحر وعدد حبات الرمل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بشكل مجازي انك لو فعلت مليارات مليارات الذنوب في يوم واحد ثم قلت هذا الذكر قبل ان تنام سيغفر الله لك. لماذا؟ لان فيه اسم الله الاعظم، فيه اسم الله الاعظم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. انت تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. ليه آية الكرسي هي سيدة آيات القرآن؟ لأن فيها اسم الله الأعظم، استغفر الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال، من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر ذنوبه، غفر له وإن تولى يوم الزحف. التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، أن تترك جيش المسلمين، أن تفر من جيش المسلمين، أو تترك جيش المسلمين عاريا أمام الأعداء أو مكشوفا أمام الأعداء، عامدا متعمدا وتهرب، من أكبر الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا 7 الموبقات: الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، قصف المحصنات، التوالي يوم الزحف. فالتوالي يوم الزحف أن تترك جيش المسلمين مكشوفا أمام الأعداء، عامدا متعمدا وتفر. مع ذلك لو انك قلت هذا الذكر البسيط غفر لك. فنحن محتاجون لهذا الذكر العظيم. نحن غارقون في الذنوب، نحن غارقون في الكبائر، نحن نقع في الكبائر يوميا، بل ان البعض منا تجب له النار كل يوم من كثرة الذنوب، حسد وحقد وغيبه ونميمه وتقصير في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظر الى متبرجات في الشوارع، في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. نحن محمد اقسم بالله جبال ذنوب نتحملها كل يوم، جبال ذنوب. فنحن محتاجون الى الذكر العظيم لكي يعني تغفل. انت بتستغفر الله سبحانه وتعالى باسمه الاعظم. فعشان ما تنساش حط ستيكر على السرير عندك قبل ما تنام، قول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ونام. تنام طاهرة من الذنوب من الكبائر والصغائر. انا اكتب لكم الحديث العظيم ده تحت الفيديو. انسخوه وانشروه ونشر هذا العلم في صواب عظيم، ومن علم علما فلنا اجر من عمل به يوم القيامه. لا ينقص ذلك من اجوركم شيئا. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه لصالحكم الجديد، وتساعدوني على نشر السنه النبويه. هذا اولى من الاشتراك في قنوات اللهو والعبث والفساد التي تملا قنوات اليوتيوب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.